ما يمكن ده اللي خلى اللي مخلي هذه القوه ما بتخفرش لا للجيش المصري ولا للشعب المصري اللي حصل في 30 يونيو، لانه عطل كل هذه التصورات. اكيد طبعا انحياز القياده السياسيه الى جانب اراده الشعب كان سبب رئيسي في نجاح هذه الثوره. صحيح. يعني لو القائد او الفريق اول عبد الفتاح السيسي فكر في الكرسي بتاعه او ان الجيش كان واقف على الحياد، انت كنت دخلت في حرب اهليه. ما كناش يعني كناش زماننا كده دلوقتي. دخلت في حرب اهليه. صحيح. لا صحيح. يعني عايز اقول لك بمنتهى الامانه هذا القرار يعني قرار تاريخي للرئيس عبد الفتاح السيسي بانحيازه لاراده الشعب وتحمله طبعا مخاطر وتحديات خاصه بحياته هو شخصيا واسرته في هذا المجال، يعني كان مستهدف. صحيح. واخد بالك؟ دي ادت الى نجاح هذه الثوره. وهم كل اللي بيتكلموا عن جيش مصر والكلام ده هم الناس اللي لسه في قلبها هذا الحقد. يعني لسه السوس جواهم ما طلعش. هيفضل جواهم ان شاء الله. هيفضل كده ويقول لك ليه جيش مصر ويطلعوا اشاعات وكل اي مشروع قومي يرددوا اشاعات، يعني اشاعات غريبه جدا. ما هي كلها هذه الاشاعات حضرتك بترصد معنا انه هو هدفها زي ما حضرتك اشرت الايقاع ما بين الشعب والجيش. لا يعني يعملوا عمليه الفصل دي. يعني عايز اقول ان جيش مصر جيش وطني ملك للشعب المصري واحنا عايشين في امان واستقرار بفضل جهود وتضحيات الرجال. وهو عصي كمان على انه او الشعب معاه عصي على فكره الوقوع في فخ محاوله الفصل ما بين الشعب والجيش. طبعا حاولوا كتير. كتير. ولكن طبعا هذا المخطط لم ينجح، لان زي ما بقول العلاقه بين كل اللي هو الجيش المصري منين؟ من الشعب. ابناء الشعب كلها تلاقي اخويا واخوك وابني وابنك وهكذا. ما بتلاقيش مثلا مرتزقه. لا. صحيح صحيح. مرتزقه وكله بيأدي يعني خدمه التجنيد، لان التجنيد ده شرف لاي مواطن مصري ان هو يتجند ويدافع عن تراب ارضه وبلده. كنت متوقع حضرتك لما حصلت الاحداث دي انها تستمر كل هذه الفتره؟ يعني لو رجعنا كده بالذاكره لسبعه كانت توقعات حضرتك ايه لهذا الصراع؟ توقعات ان الحرب دي اقصى ما يمكن ان تستمر يعني باقصى تقدير شهر. مثلا. شهر. واخد بال سيادتك؟ وبعدين الحرب هما بحاربوا ايه؟ يعني حماس معلش هو لم يقضي على حماس. ولم يحقق الهدف من هذه الحرب. وضغط شعبه عليه كمان ضغط رهيب. صحيح. ولكن يعني سايبينهم ليه لحد دلوقتي؟ يعني غزه اكتر من 80% من المنشآت مع على الارض. صحيح اتدمرت تمام. 30,000 شهيد. اكتر حوالي 35. 35,000 شهيد. واكتر من 70,000 مصاب. طب عايز ايه تاني؟ وشعب اعزل. يا ريت بس على موضوع الحرب وحجم الذخاير والاسلحه اللي بتتضرب قوات جويه ومدفعيات والكلام ده كله ضد مين؟ وبالرغم من كده لا عايز يدخل لهم مساعدات لا اكل ولا شرب ولا ميه ولا كهرباء ولا لا. ده يعني اباده جماعيه. اباده جماعيه. اباده جماعيه يعني المفروض دي من جرائم الحرب. يعني انا احيي طبعا جنوب افريقيا كمحكمه برفعها القضيه ضد الاسرائيل والخارجيه المصريه.